يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ينعقد هذا المؤتمر السابع للتقريب بين المذاهب الإسلامية في العاصمة البريطانية لندن في المركز الإسلامي في إنجلترا. هذا المؤتمر هو جهد آخر من جهود المخلصين من علماء هذه الأمة للعمل على ترسيخ الوحدة الإسلامية والتقارب الإسلامي ومواجهة التطرف وفتنة التكفير التي تعصف بهذه الأمة، والتي نعيش لعله أشد مراحل هذه الفتنة، حيث وصل الأمر أن يقتل المسلم أخاه المسلم على الهوية وعلى شبهات أحيانا مخالفا بذلك كل النصوص القرآنية والحديثية الصادرة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بحرمة دماء المسلم وعرضه وماله على المسلم الآخر، بل أن من كفر مسلما فقد كفر، فكيف بمن يكفر ويقتل؟ وهذه فتنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الفتنة عن هذه الأمة بأسرع ما يمكن وبجهود المخلصين من علماء هذه الأمة. طبعا يخيم رغم التفاؤل والجهود المخلصة، يخيم على هذا المؤتمر ظلال غياب أخوة أعز لنا من العلماء والفضلاء من إخواننا في البحرين، أمثال الأستاذ الفاضل المربي أستاذ عبد الوهاب حسين وسماحة الشيخ حسن مشيمع والشيخ عبد الهادي المخوضر والشيخ سعيد النوري وآخرين من العلماء، الشيخ المقداد، الذين شاركونا في أعوام سابقة بجهودهم الطيبة المباركة الداعمة لكل الجهود المخلصة لتوحيد هذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن يعيدهم سالمين غانمين إلى أهاليهم أولا وإلى الساحة الإسلامية الكبرى، ليكونوا خير رافد لجهود التقارب والتوحيد الإسلامي، وأن ينفع الله سبحانه وتعالى بهم في هذه المؤتمرات والمشاركات، فيسهموا في وحدة أولا المجتمع في البحرين، ثم يسهموا في وحدة المجتمع الإسلامي في كل الأقطار الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الفرج والنصر والتأييد إن شاء الله. يا تريكي، إمام جمعة لندن في مؤسسة دار الإسلام.